بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتمادي استملي أخذ التنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيا من القرديزون غزم زيادين سلد النبي سبحانه وتعالى أنسول في الصفة صفة الإيمان الشعباء الشعاب الإيمان اللي نبدأ الدروس لزرينين الشعباء 38 مستيان كف اليد عن الأموال المحرمة، أي مزمن أفوسنس في المال اللي يسحر ربي سبحانه وتعالى. نسنا يتما المال يسيق المال وين ربي سبحانه وتعالى، المال مال الله. نكنين يتما نكاكيس الخلفاء يسخكيس يسخلف ربي سبحانه وتعالى. المال يتما إيجاد تغوصة إيجاد مشتركة بين الناس، هاي سلا الملكية وادي ملك كذا وادي ملك كذا، ولكن إسكت ربي سبحانه وتعالى إيجا المشترك إسكراس طرق مسات نتي وملاك إسكراس طرق مسات نتي ونقل المال غفوس سوية. كنا يسمى المال إيجا العصب للحياة، ورتلي الحياة يغوري للمال، ورتلي الحركة يغوري للمال. غنفس حسب العلماء حسب صفات الإسنانة كانت الضروريات الخمس، هذا سنت غنعاود باش فلاس نعقل. حفظ الدين، لا بد أن نحفظ الدين، يختلط ورا نحفظ الدين عن الحياة كل التورس طاف القيمة. أشكو الدين كا في إسبيت ضربي الناس وكال. الدين كا في خلق ربي سبحانه وتعالى جميع المخلوقات. الدين كا في سخر ربي سبحانه وتعالى جميع الكائنات. الدين ربي سبحانه وتعالى على الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. هيك كل ما إلا أني خلقت ربي بنادم، إما بنادم ما خلق ربي يخلقتي يقول يونس وخلقتك من أجلي. يسخرك ربي ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولكن ما ميكي ركي. يسخرك ربي الناس وكل ولا مجسن إلا، ولكن ما كي ما ميكي سخر يسخرك ويونس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحياة يسمى بلا الدين ورتقي الحياة، الحياة يسمى بلا الدين ورتطف القيمة، الحياة يسمى بلا الدين تقي الخسارة والعصر إن الإنسان لفي خسر. حفظ الدين، حفظ النفس يغو كل الدين يغور للأنفس، ما لا يتصلى لا يتطازو ما يسكر الأعمال الدات، يغور للعقل ما الدات لا يسكر العقل ما الدات لا يسكر الأعمال الدات المكلفة والتكليف واللي داروا للعقل ودرس ما يسكر. يغور تحفظ النسل تحفظ العرض، ما مكسر أسر الدين يخسر العين المؤمنة، ما مكسر الدين أسر الدين يخسر الجماعة المؤمنة، يغيش الفوضى على خلق نسن الأعراض نسن، ما مكسر الدين يخسر اليد العينة الخير الطيبة المباركة لسن ربي سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. من غير النفل مبرؤون أي الأطهار، من غير النفل غور لحفظ العرض وحفظ النسل، كذلك حفظ المال أتي يحفظ المال. أش كنت أنا لجان العصب الحياة، أش كنت أنا أي زلزل إذا من الحركة غير المجتمع، أنت أنا يتربط العلاقة غير مسلم ضوية، أنت أنا يتربط العلاقة غير الإنسان ضوية. يسحل ربي التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان، يمكن نتير أعجب نيكسة يجيتها مسلم نغيقى كفري نغيقى الملحيد نغدين نتعجب نيكسة. المهم يخصل الحركة أدور توقف إذا من العروق المجتمع أدوروق فن الزز وأنك يعجبن سغد وأنك يعجبن. يسكر ربي سبحانه وتعالى سيني غرس أسرس انتقل الأموال الغرس أغرس يمزوره إيجات المعاوضة، ما قال المعاوضة هذا سفك إفكاك يتغوصة لدارين كي ورتلي دار السيدة نيرنين، ولكن دار سيدة انت يتغوصة ورداري تلينكي أتنزن بدل وغدا قال المعاوضة. أي فيك صمزين فيك خاسي إقاين، نغدي فيك الزيت فيك خاسي إرقان، يعني أنس بدل البضاعة. على سنين العلماء المقايضة يعني البضاعة سطية، نغدا أدس في البضاعة سلعة يفكي الفلوس يحتاج جاس الفلوس انت يحتاج جاس البضاعة. وهذه هي الطريق طرق نقل أموال من شخص إلى شخص، نقل ملكية من شخص إلى شخص. إلي أن طريق ويسين متجان طريق التبرعات، إجت الوقف إجت الإحسان إجت الهبة إجت الصدقة إجت جميع الأنواع التبرعات. يتبرع الخلق فهو يضيف كاس المال يحل غي كان وراخي صحلي ربي سبحانه وتعالى كران وغرس يدين من دون سينا، من دون سينا اللي ستي ونقل الملكية من شخص إلى شخص. طبعا يجيز الإرث، الإرث من شخص الميتين إلى وارثه كذلك. كران تغرس بلا نختد وراكي صحلي ربي سبحانه وتعالى في الأسر تشتى المال نقمك إيان أمسلم النورد كي تأفوسلك سكران المال وريقين وينك أبلا سيات سنتها. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أدرش المال لكم يا مسلم أصل باطل، أنورتكت الماء أفوسنك المال لكم يا مسلم عن طريق الربا عن طريق السرقة التكرت
عن طريق الرشوة، فكرة الرشوة نقدر استتمس عن طريق الغش والخيانة، عن جميع الطرق اللي حرم ربي سبحانه وتعالى بينت، جميع الطرق اللي يبين الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي حرم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أشكون دايت ما الحلال يبين الحرام يبين، وبينهما أمور مشتبهات. يحرم ربي سبحانه وتعالى الربا، وهو تشتهي إذا نقوم كمسلم بدون عرق جبين ولك اليمين، ورنجيس تجيت العرقينك ورنجيس تجيت الجهدنك تسكي تسميات النتيجة صار 110 يحرم يحرم مواقع كان السنين العلماء ربا الفضل نقد ربا النسيئة، وهو أدس في كس تمزين مثلا نيتس هك تجينا تسرد تويتيد أجار نغي نغنش كده ليك فيها تفكير تس العبرت نيتس راري يدعبر ونص نغجوج تفكير تس 10 العبرت نيتس راري يد 15 تجينا تسرد إيجار ربا النسيئة بمعنى ربا الأجل تفكير تس الأجل ولكن تغيب درس الأجل في كيس البيضاء في كيس تمزين نضيف في كيس يرد نضيف في كيس اللي ديس اللي داس سكرت يحرم ربي إذا كان أشكو يجي الطريقة لابتزاز يجي الطريقة اللي تشتم من الأموال اللي نقرتسن بدون طيب خاطرين بلا يطيب الخاطر مثلا بلا كيس للتراضي بلا كيس وإنما للاضطرار إذا سكيس غير هكا كان داركيش حتى كي يتزير تتفلس ربي سبحانه وتعالى يلزمك نيت الباب الخير اللي غير ذلك سليات الزيادة اللي فورت على حتين بالرب سبحانه وتعالى ما يتين رب سبحانه وتعالى أرتين وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا إنك يقرض يغرد سكرت القرض سكرت رب سبحانه وتعالى يغرد أرضلت أرض لرب سبحانه وتعالى هتي رادك ديرار سولي رادك ديرار بالمضاعفة يرادك ديرار الزيادة سولي غاك ديرو ربي سبحانه وتعالى إرادة كيفك غاي اللي أرتفكي تقارنس الأضعف مضاعفة مجلس إن الرسول صلى الله عليه وسلم والنيف كان درهم ينديرهم غل كسب نص طيب لإحلان أرس يتخلف ربي سبحانه وتعالى سنشك نجبل نحود التواب الأجر يوم القيامة إذن بالنسبة دور يفرط غل قرض الحسن التقان للقرض تعامل مع الله سبحانه وتعالى أريس الجليان يعني القرض يجان باهيت يعني القرض يجان ضعيف غدر بنادم أسرش الأموال كذلك يتم أي حرم ربي التطفيف في الكيل والميزان ما يجان التطفيف يغط تعبرت ذلك مكا مسلم أرت السفوت يغيثن تعبرت ذلك تنقص ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يغيث تعبري ويونس غدر مكا مسلم أي السفو لعبر ولكن غيث التعبر انت غجيبنس ولا يعني غنموالنس اريد تنقص العبر يعني العبرت ليست تعبر يغرد تعبرت غويد انا مسلم سزركي ارت السفوت العبرت سكرت باك شو كذا السلافوسي العبرت اركي اختي تخويت ولكن غير بلاص تعبرت غدار كي انا كيجي سكت نص سكت يعني سكت في الاصل البروج باش غادي يستعمر تخوت 60 ولا كيسي اللي والو نغدي غادي يستعبرت في اختي كيتا جزار غادي يستعبرت في تلوحت نص كيلو باش دير الميزان ثمن قرتين دور يوري باش دورك هذاك رفاق شي صوره اللي في شي صوره اللي كيلو تلاقي صغار كيلو الله روب ولا 700 غرام ولا 600 غرام ولكن تلوحت انت فيه باش تسكر تقل يعني الضربة تسكر تقل ثمن كار 60 نيتس هك كيلو انا ما كادي التطفيف في الكيل والميزان يبشر ربي سبحانه وتعالى وليس كان التطفيف في الكيل والميزان يبشر وسيف جهنم اسم الويل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا أوزنهم يخسرون يعني ينقصون أرتنقص أشكون دا يتمال مال غم كليسين لنا يجي تغوسا اللي غكس قصر بي سبحانه وتعالى وريكي غاروينك يعني البعض من مدنا لك تسنين كلا موالين وهنيني عجمرتني السكارخ داري الأموال غير خاد سلف خيكران ينسري بس سلف خاد السرسي غير خاد تعمرخ وانا ردي استعمرخ تعمرخ استريق أني يعجبنكي ماشي تنك يعجبنكي يخني تجمعته هاتي تيوش بات سيان القوم ننس سيدنا شعيب رضي عليه الصلاة والسلام ننس أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنس سيدنا شعيب رضي عليه الصلاة والسلام إنس نوايا تقيت ربي سبحانه وتعالى أرتسفهم الميزان وأوفوا الكلاء والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم أهدر تبخس من بدنا أي دنسند الأموال نسند ننسي الزعمة الدينك أذاك التنين باش تصرفت غل أموالك لأموالك كنين أي سنما رجيس نسكا لا أقمع لأموالك جان المال وين ربي سبحانه وتعالى ما لديك يمل الحكم غل مالك لديك يمل ربي سبحانه وتعالى انت لديك يمل المقدار الحلال يما لديك المقدار الحرام طبعا الحلال يقودن ولكن الحرام يدرس وخي يدرس مدني عزبها لدرس المكان الحرام ارتنسان كي كان
لدرس نيلان الحلال. أنت في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة الوداع ما في توصى حاجة الوداع لغسكيرة الخطبة ميسمى التوت من التاريخ خطبة الوداع يودع قيس الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة إنسنا يو كنت على بال سفلدات ما لدوني نخ هاتي غصة يمكن السرور من قر غل ما كانت أي سفلدات ما لدوني نخ هن كل ما جان الريبة من غصة أوري تيقبل هن كل ما جان إذا من الجاهلية من غصة أوري تيقبل أنا بدو أنا قايت غصة هن كل ما كان إذا نو مسلم لا عرض نزل مالس أن في اللون الحرام السماء غصة يعني سنة بيسا صلى السماء غصة الصحابة في السن ننسي يا رسول الله ونسي الله ورسوله أعلم يعني سنة خوري غصة يوم الحج الأكبر وري غصة سنة عرفة يوسم قرن غضر ربي سبحانه وتعالى ننسى عاد يعني سنة سورة السماء قال ما كان ننسى الله ورسوله أعلم ربي سنة دور قصص يعني سنة وري ما كان البلد الحرام ورد المكان التي حرمنا التي قدسنا اننا سعد يا رسول الله اني سوري ما يشهر اننا الله ورسوله اعلم اني سنخرج الشهر الحرام يعد الحجه اننا سعد يا رسول الله اني سنهني دم النون ولا لم والنون ولا العرب النون التي حرمنا في اللون امك اللي التي حرم غصه يوم الحج الاكبر السل العيد عرفت وسل العيد امك اللي التي حرم المكانه امك اللي التي حرم الشهر اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم اي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس البلدة الحرام أليس الشهر الحرام أليس اليوم الحرام قالوا بلى يا رسول الله قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت الله مفشهد هاني دمن دلم ولن دلعرضن تيحرم في اللون غمك اللي في اللون تيحرم غصة غمك اللي تيحرم الشهرة غمك اللي تيحرم البلد شوف النبي صلى الله عليه وسلم باش هذا سنبيين القيمة حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض يسنقرت النبي صلى الله عليه وسلم يزدت الحرمة المكان القدسية بيت الله الحرام القدسية البلد الحرام القدسية الشهر الحرام القدسية اليوم الحرام إذن يتمع بنادم أيام زفوسنس يغير يسلم يوم القيامة أيام زفوسنس في الأموال عباد الله نرشت سطرق الحرام لا سطرق المخرط ولا سطرق الرشوة ولا سطرق الغش تطفيف الكيل والميزان ولا سطرق الربا كل من طريق الحرام ربي سبحانه وتعالى درهم من الحلال خير لك من ألف درهم من الحرام لأن الحرام يذهب بالحلال والحرام يغديت الشمسيان درهم يخشن هنرك كل تقضو في الحلال لك يخسخات الملكة الطيب هنحتكيراتك الطيب لحالة نكراتك الطيبة ربي سبحانه وتعالى يجيب دعوانك ربي سبحانه وتعالى رف لك يعفو الحساب الكريق اليسير رتمن قرض ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو عنك راضين يردك النار بيوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أدخلنا ربي لكني ولكني ادخلي في عبادي وادخلي جنتي وأستغفر الله لي ولكم أرزم زيدني غير ربي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.